معي للحديث عن الجمعية الجغرافية المصرية ودورها العلمي الذي تعرض طويلا للإهمال العالم الجغرافي الكبير الأستاذ الدكتور السيد الحسيني رئيس الجمعية والأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة وعميدها سابقا. الأستاذ الدكتور السيد الحسيني إبراهيم رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية ومقرر لجنة الجغرافيا بالمجلس الأعلى للثقافة والعميد السابق لكلية الآداب جامعة القاهرة، كان ترتيبه الأول على الدفعة الأولى التي تخرجت في شعبة الخرائط بكلية آداب القاهرة عام 1962، عين معيداً بقسم الجغرافيا وأرسل في بعثة عام 1964 للحصول على الدكتوراه من جامعة نيوكاسل، وحصل عليها بالفعل في عام 69. وبعد عودته إلى مصر عمل مدرساً في قسم الجغرافيا بكلية آداب القاهرة، وتولى عمادة كلية آداب القاهرة خلال الفترة بين عامي 1997 و2000، ليصبح بعدها أستاذاً متفرغاً في قسم الجغرافيا. وحتى الآن في مارس عام 2015 تولى الدكتور السيد الحسيني رئاسة مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية خلفاً للدكتور محمد صفي الدين أبو العز، وهو عضو بالجمعية الجغرافية الإنجليزية ومؤسس للعديد من الهيئات العلمية والمهنية المرموقة، كما يرأس لجان جوائز الدولة وتحكيم البحوث العلمية لشباب الباحثين والعلماء وطلاب الدكتوراه في مصر وعدد من الدول العربية. وشارك الدكتور الحسيني في كتابة وتحرير عدد من الموسوعات، بينها موسوعة الصحراء الغربية عام 1989 وموسوعة مصر الحديثة، كما ترجم مئات المصطلحات والأعلام الجغرافية في معاجم مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وأسس مدرسة علمية في مجال تخصصه الدقيق الخاص بنهر النيل والأودية في مصر، وشارك في وضع اللوائح الأكاديمية وتطوير البرامج الدراسية بجامعة القاهرة وغيرها من الجامعات المصرية والعربية، ويرأس تحرير مجلة الجمعية الجغرافية باللغتين العربية والإنجليزية. حصل الدكتور السيد الحسيني على جائزة جامعة القاهرة التقديرية في العلوم الإنسانية والتربوية عام 2006، وجائزة أحمد محمد حسنين باشا عام 1962، ودرع جامعة الملك عبد العزيز عام 1977، وكرمته جامعة القاهرة في احتفالها بمرور 90 عاماً على إنشائها باعتباره أحد أبرز علمائها.